بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا ولاد بإذن الله حلقة مراجعة شاملة متنوعة على دروس المفهوم الأول كاملا من الوحدة الثالثة. الوحدة الثالثة يا ولاد وحدة المقادير الجبرية والتعبيرات الرياضية. يلا نشوف أسئلتنا وتقييماتنا من سلاح التلميذ، اختبارين كاملين. السؤال الأولاني من التقييم الأول بيقول: اختر الإجابة الصحيحة، حذر فذر، واللي بيتفرج يجاوب معايا. تعرف تعد حدود المقدار الجبري ده؟ ده مقدار جبري لأن في بين كل حد وحد علامة زائد. طب عدد حدوده كم حد؟ أدي واحد، أدي اتنين، أدي تلاتة، يبقى الإجابة تلات حدود. بحب الولد اللي يعمل برواز على الإجابة الصحيحة ويكتب في النقط، مش الولد الكسول يسيب لي النقط فاضية ولا ايه، عامل لي دايرة قد كده على الإجابة. ليه يا عم امشي كده ببرواز شيك، خليك ولد أنيق. اللي بعدها حذر فذر، مين الثابت في المقدار الجبري؟ طب الولد اللي لسه ما ذاكرش خالص ولا سمع الحلقات، بنعرف الثابت ازاي؟ الثابت العدد الوحيد الفريد اللي محدش لازق فيه. مين اللي محدش لازق فيه؟ ال 14. تبقى الإجابة 14، وزي ما المستر قال لك برواز مستطيل شيك. اللي بعده المقدار الجبري اللي جاي ده يعبر عن إكس مطروحة من 14، يا ترى الإجابة مين الصحيحة؟ تبدو إنها سهلة ولكنها خادعة وناس كتير يغلطوا فيها، لكن مستر حامد قال لك هدية قبل كده. قال إيه؟ اللي بيجي بعد كلمة من يبقى هو الأكبر، يبقى اللي يكتب أولا مين يا ولاد؟ ال14 تكتب أولا جهة اليسار يا عبد الستار، بيقول الإكس مطروحة منها يبقى ناقص إكس. طب أمال يا مستر حامد أنت قلت خادعة ليه؟ لأن ناس كتير هتختار دي، إكس ناقص 14. إجابة خاطئة. الإجابة الصح مين؟ 14 ناقص إكس. ليه؟ عشان اللي بيجي بعد منه هو الكبير، مطروحة من فلان، يبقى فلان الأكبر بكل بساطة. السؤال الثاني، مين في الأربع اختيارات دول بيمثل مقدار جبري؟ بص كويس، مين فيهم مقدار جبري؟ مقدار، برافو عليك اللي قال. الإجابة الصحيحة أهي، آدي المقدار الجبري عبارة عن حدين مجموعين، واحد في حروف والتاني ثابت، يبقى ده المقدار الجبري، بينما دي مثلا معادلة. طيب الحدود المتشابهة في المقدار الجبري ده، ادي واحد اتنين تلات حدود. طب مين اللي متشابهين؟ الاخ ده والاخ ده. طب ليه يا مستر؟ لانهم من عيلة الواي، كأن اتنين تفاحة وسبع تفاحات، الاتنين من عيلة واحدة، ونعمل البروازة هو اللي انا بقول لك عليه. السؤال اللي بعده، كل اللي جاي في الاختيارات دول بيعبر عن المقدار الجبري ده، يعني مرادف، ما عدا كلمة ما عدا، يعني مين اللي مختلف؟ طب نقرأ الأول المقدار، بي زائد 2 من 10. طب بي زائد 2 من 10 ده هي هيها يا عم، بس دي بالزائد بالعربي، البي مضاف لها 2 من 10، ما هو زائد يعني مضافة. طب دي إجمالي بي واتنين من عشرة، ما هو إجمالي يعني جمع، يبقى زائد مرادف لمضافة مرادف لإجمالي. أمال مين اللي مختلف؟ اللي مختلف أهو، مين يا عم جاب سيرة القسمة؟ يبقى أنت اللي مختلف، البي مقسومة على اتنين من عشرة هي اللي غريبة وعجيبة. حذر فذر، مين المعامل في المقدار الجبري؟ الولد اللي مذاكرش. بنعرف المعامل منين؟ ندور على الحرف اللي لازق في دي الجلبية مامته. مين اللي لازق في الحرف؟ الخمسة، يبقى ده اسمه ايه؟ المعامل، ونروح ونختار الإجابة خمسة. جميل. السؤال الثاني، المقدار الجبري اللي بيعبر عن ضعف العدد اتش مضاف إليه خمسة. الله، دي مكتوبة باللغة العربية يا فوزية، دي مكتوبة بالصيغة اللفظية يا سعدية، يبقى نعمل ايه؟ انا عايزها مقدار جبري بالرموز، سهلة يا مستر. ضعف العدد اتش، ضعف يعني قده مرتين يا ولاد، تبقى الاجابة ايه؟ 2 اتش يا مستر، مضاف خمسة يبقى زائد خمسة. شفتوا الاسئلة سهلة ازاي يا جماعة؟ بس العبرة بالفهم،
العبرة باللي يتفرج، العبرة باللي يذاكر، العبرة باللي يحل. اللي بعده، مين الثابت في المقدار الجبري ده؟ العدد ده أو المقدار الجبري ده 3 حدود. طب بنعرف الثابت إزاي؟ العدد الوحيد الفريد، يبقى الإجابة 5، اللي مفيش جنبه حروف ولا رموز. طيب المقدار الجبري اللي جاي ده في حدود متشابهة، أدي 1، 2، المقدار 3 حدود. طب مين اللي متشابه؟ اللي من عيلة واحدة، اللي اسم العيلة نفس الاسم، يقوم ده يقول أنا 7B وده يقول أنا 8B، ما انتوا الاتنين من عيلة البي، يبقى الإجابة الحدود المتشابهة 7B و8B، ولكن ده من عيلة الإيه. اللي بعده، اكتب المقادير الجبرية الآتية ولكن بصيغة لفظية. طب دي مكتوبة بإيه؟ بالرموز، جي زائد 8. يقوم يجي ولد يقول سهلة، نكتب الجي أهي، وبدل زائد دي أقول زائد، وبعدين أكتب الـ8. طب ينفع أقول إجمالي جمع فلان وفلان؟ آه. طب ينفع أقول جي مضاف له 8؟ آه، الـ3 بنفس المعنى. طب دي، ها مين الكبير يا جماعة في دول؟ مين الكبير؟ البي طبعا يا مستر، طالما جاء الأول يبقى نقدر نقول ايه؟ بي ناقص 5، اللي يقول بي ناقص بالعربي 5 اجابته صح. طب لو ولد قال ده الـ5 الصغيرة، يبقى هي اللي مطروحة من بي، 5 مطروحة من البي، الاتنين صح يا جماعة، الاتنين صح. زي دي لما اقول ها جي مضاف لها 8، الاتنين صح، يبقى اكتر من اجابة. السؤال اللي بعده، اذكر الحدود والحدود المتشابهة وكمان الثوابت وكمان المعاملات في المقدار الجبري ده. ده كذا سؤال يا مستر. ايوه، اول واحدة عايز الحدود بس، بقول لي قول لي الحدود. على فكرة ده مش سؤال واحد، بص، اذكر الحدود سؤال، الحدود المتشابهة سؤال اخر. لو واحد منكم بقى مستعجل مش هياخد باله من الحتة دي، مين الحدود؟ ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4. يقوم يجي ولد اشطر مني يقول ايه؟ بس يا مستر حامد هو ما قالكش عدهم، هو بقول اكتبهم. اقول له انا فاهم، انا عشان بس ما نغلطش، حد اسمه ان، وحد اسمه 8، وحد اسمه 5 ام، وحد اسمه 10. يبقى المستر عمل ايه؟ فصصهم. طب تعالى تحتها نجيب الحدود المتشابهه، اللي من عيله واحده، مين يا ولاد الحدود المتشابهه؟ اللي من عيله واحده، ايوه، الـ8 والـ10. طب دي ام ودي ان؟ لا يا مستر، مختلفين، دي عيلة ودي عيلة. طب يجي ولد يقول لك هي الـ8 قد الـ10؟ يا ابن الحلال، الله يهديك، هو انا قلت قدها؟ بس ده رقم وحيد فريد وده رقم وحيد فريد شريد، يبقى الاتنين من عيلة واحدة. طيب لسه السؤال بيقول لك قول لي الثوابت، الثوابت نهي الاعداد السادة. طب مين الاعداد السادة نفس العددين؟ الـ8 والـ10. سمع ولد شاطر بيقول ان كلمة الثوابت لها اسم تاني، حد فاكرها؟ قول كده. ايوه، الحد المطلق. اخر سؤال، اذكر المعاملات، مين المعاملات اللي لازقه في دي الجلابية مامته؟ 5 ام، يبقى 5، دي ان، يبقى 1، ضمير مستتر تقديره 1، ان يعني انايه واحده، زي ما تقول اكلت تفاحه، أقوم أجي أقول لك أكلت كام واحدة تفاحة يا مستر؟ يا ابني يعني كام واحدة يا مستر؟ ده نفس المعنى. خلص السؤال الأخير في التقييم الأول من سلاح التلميذ، ونيجي للتقييم الثاني. يلا شطار، تعرف تعد حدود المقدار الجبري ده؟ خدت بالك يا عبد الستار بيسأل عن العدد، أدي 1، أدي 2، أدي 3، أدي 4، يبقى 4 حدود. والله منهج رياضة سنة 6 الجديد منهج ممتع وجميل، أقسم بالله منهج جميل جدا، بس اللي يركز. تعرف تجيب لي الثابت في المقدار الجبري ده؟ أقول له العدد الوحيد، الله، ده معاه واي وده معاه دي وده معاه دي، إيه يا مستر ده؟ حقك عليا يا سيدي، ما تزعلش. يبقى لا يوجد ثابت، مفيش رقم وحيد. اللي بعده، أي مما يلي لا يشبه الحد الجبري؟ الحد الجبري اسمه 3 كيه. طب ما ده من عيلة الكيه، وده نفس العيلة، وده نفس العيلة، إيه اللي جابك يا 3؟ أنت مش من العيلة. المقدار الجبري اللي بيعبر عن، دي جملة باللغة العربية،
وعمه عايزها بالصياغة الرمزية الرياضية المقدار الجبري. البي بتزيد بمقدار 3، تزداد البي بمقدار 3، يعني حط على البي 3، يبقى الإجابة إيه يا جماعة؟ بي زائد 3 بس خلاص، لا هي ضرب ولا هي طرح ولا هي قسمة. السؤال اللي بعده، مين في الأربع اختيارات دول بيمثل إيه؟ تعبير رياضي عددي، خدت بالك من كلمة عددي؟ عددي، يبقى أعداد سادة، ده في رمز وده في رمز وده في رمز، لكن ده أعداد فقط لا غير، يبقى دي الإجابة الصحيحة، ونكتب له 10 زائد 6، ده بيمثل إيه؟ بيمثل تعبير عددي لأنه كله أعداد. المقدار الجبري اللي بيعبر عن، امشي بالدور، 10 ناقص حاصل ضرب دي في دي، ما تخافش يا سيدي والله، هو قال ايه؟ 10 ناقص، يبقى ال10 اولا. حد خد باله من حاجه؟ مستر حامد ما بصش على الاختيارات، امال بيعمل ايه مستر حامد؟ بيحل بايده وبعد كده اختار يا عبد الستار. ال10 اهي ناقص الناقص اهي حاصل ضرب الاكس في 6، يبقى اسمها ايه يا اولاد؟ يبقى اسمها 6 اكس. الاقي ولد غبي يقول اكس 6، اكس 6 غلط يا بابا، الرقم يسبق الحرف، خدت بالكم من الحته دي يا جماعه؟ العدد او الرقم يسبق الحرف. اما باجي اقول اكلت 5 برتقانات، ولا اجي اقول لك اكلت برتقالات 5، غريبه صح؟ اه غريبه. امال اقول ايه؟ 5 موزات، 3 تفاحات، 4 جوافات، صح؟ يبقى الرقم والعدد يسبق الحرف. السؤال ده لذيذ قوي، معامل الحد الجبري سي على الاتنين، المعامل اللي لازق في الحرف. طب مين اللي لازق في الحرف؟ الاتنين يا مستر. اتنين ايه يا بابا؟ ايوه والله، بس موجودة تحت. طيب ماشي، انا عارف انها موجودة تحت، حضرتك هتكتبها ازاي؟ اتنين يا مستر اهي. اجابة خاطئة. خاطئة؟ اه، هو مستر حامد قال لك ايه؟ اللي لازق في الحرف، مش دي سي؟ اه سي، يبقى اللي لازق فيها مين؟ واحد، ضمير مستتر، يبقى الواحد اهو. طب وارمي الاثنين؟ لا ما ترمهاش، تك تك. الله 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 الله، خدت بالك المستر عمل ايه؟ كتب الواحد وبعد كده كتب المقام، يبقى اللي لازق نص، اي حاجه على الاثنين يبقى بجيب نصها. نظر كويتشن. السؤال الثاني، مين المعاملات في التعبير الرياضي؟ المعامل اللي لازق في الحرف، ده لازق وده لازق، انما ده وحيد فريد، يبقى مين المعاملات؟ الاربعه وكمان الخمسه. طب مين الثوابت؟ ال11 يا جماعه. طيب تعرف تقول لي صيغه لفظيه للمقادير الجبريه دي؟ اه، 6 ايه؟ يعني ايه 6 ايه يا جماعه؟ يعني الايه مضروبه في 6. يقوم يجي ولد يقول حاصل ضرب الايه في 6 مقسومه على 3، كلام صح والله، صح. طب عندك طريقة أحلى يا مستر حامد؟ آه، 6 إيه، تقوم كاتبها كده 6 أمثال العدد إيه؟ أسهل أهي، ماله ده اتقسم على 3، يبقى تقول مقسوم على 3 بس خلاص، امشي بالترتيب. اللي بعده، تعرف تعد الحدود المتشابهة؟ ألاقي ولد مستعجل، 1 2 3، قال إيه كاتب لي 3 حدود؟ غلط يا حبيبي. يقول لي والله يا مستر 3 حدود. ايوه يا بابا انا عارف ان هم 3، بس عمه بيقول لك عد الحدود المتشابهه. يقوم يقول لي اه لا مؤاخذه يا مستر، ما خدتش بالي. طب مين المتشابه؟ دي ودي، لان دول اعداد ساده، يبقى عدد الحدود المتشابهه كام؟ 2 حد. سؤال تاني التالت، اكتب بجانب كل تعبير رياضي، هتقول لي مين فيهم تعبير عددي ومين فيهم مقدار جبري؟ بس لاحظت ايه في نمرة ألف؟ فيها حروف. طب ما دام فيها حروف يبقى يتقال ايه يا جماعة؟ برافو اللي بيقول معايا والله، مقدار جبري لأن فيه حروف. طب بص النمرة ب، ها كلها أرقام فقط لا غير، يبقى الإجابة ايه؟ تعبير عددي. نيجي النمرة ج، في حروف؟ اه في حروف. الإكس يبقى اسمه ايه ما دام في حروف؟ مقدار جبري. طب بص في نمرة د، كلها أرقام، يبقى اسمه تعبير عددي. كلام جميل، ما أقدرش أقول حاجة عنه. نيجي للسؤال الأخير، السؤال ال 12 في التقييم الثاني، وجايب لي 4 أسئلة،
مكان الصيغة اللي مكتوبة لفظيا دي مكتوبة بالألفاظ، وعمو عايزها مقدار جبري رياضي تنقص الإكس بمقدار التلاتة. الإكس هي اللي بتنقص؟ آه، يبقى الإكس أهي ونقص التلاتة بس خلاص. الأربعة وإم، أقول له فهمتك يا لئيم، و يعني زائد، يبقى دي حرف الإم زائد أربعة بس خلاص. نص العدد فيه، نص العدد فيه، يبقى نكتب نص أهو وجنبها مين؟ الفي، شوفوا الفي أهي عشان ما حدش يفتكرها سبعة بالعربي. مضاف إليه تسعة، مضاف إليه مش بتاع النحو، أمال إيه؟ مضاف يعني زائد التسعة أهي. تمانية مضروبة في، لحظة لحظة لحظة، أدي تمانية في مجموع العددين فلان وفلان، مجموع آه، ألاقي ولد راح كاتب في أهي، في زائد أربعة. إيه رأيكم؟ أقول له غلط، يقول لي ليه؟ يقول لي أنا ماشي بالترتيب يا مستر، تمانية مضروبة يعني تمانية في مجموع العددين وديني جمعتهم. أهي يا مستر حابب، أنت عايز مني إيه؟ عايز منك ايه؟ لازم تعمل سندويتش على دول يا حبيبي، لان التمانية مضروبة في ناتج جمعهم. طب ودي تفرق ايه يا مستر؟ ده انت بتدقق قوي. لا يا بابا مش بدقق، لو انا ما عملتش الاقواس عارف معناها ايه؟ التمانية مضروبة في في لوحدها. اه، التمانية ادت ملبسة للفي بس. طب والسندويتش ده؟ التمانية عزمت على الفي وعزمت على الاربعة. You understand؟ يا رب الدرس يكون سهل وبسيط ومفهوم. حل التقييمات المهمة على المفهوم الأول من الوحدة الثالثة.